مساء الخير. هل بدأ الجهاد المعاكس على أرض لبنان؟ ومن هو القائد للحرب على التكفيريين؟ في الخطط المرسومة قبل أشهر والمقسمة جبهات، وضع حزب الله تحت مجهر الاستدراج في سيناريو محكم تلعب بأطرافه قوات بريطانية، إسرائيلية، أمريكية، تركية وأردنية، وتتولى المعارضة السورية مهمات محصورة، وتخلص الخطة إلى سحب حزب الله لمعارك جانبية تستنزف قوته وسمعته وتدفعه إلى قتال ينهي دوره ويؤلب عليه مذاهب ستخرج يا غيرة الدين. فلماذا سيكون على حزب الله تقديم نفسه طبقا للاستدراج؟ ومن قال إن تهديد السيد حسن نصر الله بالأمس لم ينزل بردا وسلاما على التكفيريين الذين لا عناوين لهم ولا مهنة سوى القتل والتفجير والاختباء والتحصن بين القرى وفي فيء المذاهب؟ لرجال الله مهماتهم، مقاومون لهم وضوء الأرض ولن يكونوا في عوز لرجسها، جنوبا جنوبا يتحدرون ولا ينحدرون. أما مكافحة الإرهاب فإن الجيش في الصدارة وله في هذا الميدان أكثر من ميدالية، ومن ضرب في نهر البارد وحرر صيدا من أسرها لن يغفل عن مجموعات تكفيرية باتت اليوم محور رصد وتعقب. وللمرة الأولى تقتحم أفواجه عمق الضاحية في قلب حارة تحريك قرب مبنى تلفزيون المنار القديم، ويدك أبوابا حديدية بحثا عن رأس المطلوبين المدعو أحمد طه الذي تردد أنه ضالع في التفجير. والجيش على قدر المهمة، وما بناه حزب الله على مدى سنوات من قوة هزمت إسرائيل يجب ألا يضيع في لحظة جره إلى ضرب الإرهاب. الضاحية تنفض غبارها والجيش يداهم بحثا عن أحمد طه. هكذا بدا شارع دكاش في الرويس في اليوم الثاني على التفجير الثاني الذي هز الضاحية الجنوبية. فبعد انتهاء التحقيقات الميدانية وعمليات مسح الأضرار بدأت عملية رفع الأنقاض. مفترض من هلأ لقبل الغروب ساعتين ثلاثة تكون العملية رفع الأنقاض ورفع السيارات منتهية، وتبدأ عملية إزالة الركام من المنازل والمحلات وعمليات الترميم وإعادة. دائما عم يطلع معنا أشلاء من اللحظة الأولى للانفجار لهلأ، عم يطلع معنا أشلاء. تعرف طبيعة الانفجار، حجم الانفجار كبير وطبيعته محصورة بمكان يعني آهل كتير بالسكان وطريق عام يعتبر، فمشان هيك بضل يطلع معنا أشلاء، وبعد ممكن إنه يطلع معنا أشلاء أكثر لأنه بعض السيارات ما انشالت من المكان. يعني أثناء عملية التنظيف كمان ممكن يطلع معنا أشلاء أكثر، ومثل ما تفضلت حضرتك إنه كمان فحوصات الدي إن إيه بينتظروا كمان هذه الأشلاء لحتى يتأكدوا إذا بعد في شهداء مش معروفين أو مجهولين. وعلى هامش عملية رفع الأنقاض نفذ الجيش اللبناني عمليات دهم بحثاً عن المدعو أحمد طه المطلوب بمذكرة التوقيف لضلوعه في إطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية واعتداءات أخرى على المنطقة. فدهم الجيش محلاً لبيع خلوي يملكه طه في برج البراجنة، ومنزلاً يرتاده في محيط مبنى تلفزيون المنار القديم في الشارع العريض. وقد صادرت القوى الأمنية من المحل في البرج أقراصاً مدمجة وكاميرات، ومن الحارة ملفات وثلاثة كمبيوترات خاصة وآيباد وهواتف نقالة ويو أس بي. وكان قد سمح لبعض الأهالي تفقد منازلهم ومحالهم، فيما بدأ عملية التنظيف وإعادة الترتيب من استطاع منهم ذلك. وفدى اجر المقاومه، يجي يضربوا يعملوا اللي بده اياه، نحن بالضاحيه قاعدين، ما راحوا نروحوا من الضاحيه، ومستعدين نقاتلهم وين ما كانوا. هدول الكفار اللي بينعطونا بالكفر، هدول المجرمين اللي بينعطونا بالاجرام، هدول الوحوش الكاسره اللي بيقتلوا الانسان وما بهم شيء. لذلك الله كبير ونحن باقيين. فتحنا المحل يعني مش اكثر، بس ما مش هدفنا اكيد يعني، مثل ما انك شايفه الطرقات كلها مسكرة والأجواء كتير معكرة يعني. ما في إجراءات عم بياخدوها، ناطرين الله يخلصوا، منصير فينا نفوت. هلا طالعين على جنوب لعنا كمان بعد شوي. ضايعين. ساكنين عنا نحن هلا قاعدين عنا على الصفير هون، وبعد شوي طالعين على الجنوب. عرفتوا شيء عن التعويضات ولا بعد ما حدا حكي؟ لا بعد ما حدا حكي شيء. بس عم يسرقوا كل شيء يعني. أخذوا الأسمار والإجراءات كلها. في سيارات لعنا كمان كسرت عم يسجلوا.
بس بذات الوقت شفت المحلات فتحت، العالم بلش تزبط بيوتها، بتشوف انه إرادة الحياة أقوى بكتير من يلي صار، بتتغلب على يلي صار. هو هن أهل المقاومة، هيدا شعب المقاومة، هيدول الناس متمسكين بأرضهم. لا يمكن ويستحيل أن يكون هنالك رأي فقهي يبرر للمجرمين فعلتهم. أن يزعمون أنهم يدافعون عن الدين بهذه الجريمة أو بمثلها، من يزعمون أنهم ينتصرون لأهل السنة والجماعة كما يزعمون بمثل هذه الأعمال الشنيعة، نقول لهم بالفم الملآن وبالفقه اليقيني أنكم تقومون بأعمال الخوارج الذين وصفهم رسول الله بأنهم كلاب أهل النار. وفيما تنفض الضاحية غبارها الجرحى في المستشفيات على طريق الشفاء، وقد عثر على جثة لطفل أو طفلة وأشلاء تنتظر فحوصات الحمض النووي. في تفجير الرويس كما في سواه تبقى إزالة الأضرار المادية على صعوبتها أسهل بكثير من إزالة الأضرار المعنوية. وإذا كانت عملية رفع أنقاض المباني والسيارات ستنتهي قريباً، فإن أنقاض الخلافات السياسية التي تتسرب منها تفجيرات كهذه تتراكم يوماً بعد يوم من دون أن تجد من يرفعها. من موقع التفجير في الضاحية الجنوبية، رونا حلبي، قناة الجديد. وننتقل الآن مباشرة إلى منطقة رويس، ومعنا من هناك الزميلة رونا حلبي. رونا مساء الخير، ماذا لديك من أجواء ومعطيات في هذه اللحظات وخصوصا بعد دهم منزل المطلوب طه؟ نعم جورج مساء الخير، بداية أود الإشارة إلى ما ورد في التقرير عن إيجاد جثة لطفل أو طفلة، وأود أن أوضح أن الجثة تعود لطفل ذكر، ولكن لم يتمكنوا بعد من التعرف إلى هويته بسبب الحروق الكبيرة في جسمه. إذن جورج، وفي هذه الأثناء عملية رفع الأنقاض والتنظيف ما زالت مستمرة هنا في الرويس. هذه العملية كانت قد بدأت منذ الساعة الثانية بعد الظهر لرفع كل السيارات المتضررة والركام والحطام، وأيضا عملت هنا الجهات المعنية على إزالة كل ما يمكن أن يؤدي إلى أذى، مثلا مراوح المكيفات الهوائية المتواجدة خارج الشرفات، كلها عملوا على إزالتها، وكل ذلك تمهيدا للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم أو على الأقل يعني إخراج ممتلكاتهم أو ما تبقى منها، علما جورج أن هناك خطة يجري العمل عليها لإيواء كل السكان ريثما يعاد إعمار هذه المنطقة، وهناك 20 مبنى متضرر جراء هذا الانفجار. فهناك يعني خطة يجري العمل عليها لإيوائهم ريثما يعودون. وأيضا كان هناك وفد من الهيئة العليا للإغاثة، وفد من الجيش أرسلته الهيئة العليا للإغاثة لمسح الأضرار كي يجري التعويض على جميع المتضررين. جورج، إذا هذا في أجواء المنطقة هنا. أما بالنسبة لعمليات الدهم فقد قام الجيش اللبناني بعمليات دهم عدة في ساعات ما بعد الظهر، وهو يستكمل هذه العمليات بحثا عن المدعو أحمد طه وأيضا كل من هو يعني متورط في هذه الأحداث الأمنية الأخيرة هنا في الضاحية الجنوبية. أود أن أشير جورج إلى أنه بالإضافة إلى وفد التيار الوطني الحر قضاء بعبدة ووفد المشايخ وعلى رأسه الشيخ ماهر حمود، كان هناك أيضا وفد من جبهة تحرير فلسطين وصلوا في ساعات ما بعد الظهر ومعهم الأعلام الفلسطينية ووقفوا وقفة تضامنية لمدة 15 دقيقة في موقع الانفجار. هذه هي الأجواء إذن جورج. من هنا الجرحى في المستشفيات بخير، 14 جريحا أحصيناهم ما زالوا في المستشفيات ولكنهم يتماثلون جميعهم إلى الشفاء. جورج شكرا لك رونا حلبي، إذن كنت معنا مباشرة من موقع الانفجار في منطقة أرويس. حمد المقداد ترك الأيتام والحمام وذهب إلى الشهادة بقدميه. هنا بين الحمام كان يجلس حمد المقداد في يوم عادي من أيام الضاحية، يطعم الحمام، ينادي كل واحدة باسمها، ويشرب القهوة في غرفته الشهيرة بين محبوباته. لكن اليوم العادي لم يغرب كذلك، سمع حمد الصوت الضخم الأتي من منطقة الرويس فهرع إلى حيث الدخان وترك الحمام وحيداً. ليس الحمام وحده من يفتقد حمد،
ثمة فتيات ثلاث تتراوح أعمارهن بين 4 و9 سنوات، لسنا من صلبه، فهو لم يرزق أطفالاً، لكنه تولى رعايتهن كأنهن كذلك، فقدن والدهن وهن صغيرات، والآن تيتمن مرة ثانية. لو بتشوفي كيف بكونوا قاعدين حواليه مثل استيصان، بيقولوا له يا بابا يا بابا، هلا انا طعميتهم وغديتهم ليرضى هو بالاخر، بس هو محب، هو هيك ابو النخوه، خيه رفعنا راسنا. هو فدى الحسين وفدى السيد حسن، بس شو بدي، ترك لي هون صغار، هو مربيهم ايتام وانا رح ربيهم. علامك سيد حسن لنشروا من فوق حرام، ولاجل فنك جميع الخلق حرام. لو سيفك ضرب بالارض حارات بديني لولا طنط الصخر ذهب. يمي ولا ينشلوا اللوتا ليمي ولعب الهوا فيهم وسبحوا دراويش يا حمد يمي وما نعلم اساميهم. حمد الذي لم تقتله رصاصة أحداث كنيسة مرمخايل حيث كان يسعف المصابين، والذي نجا من طائرات العدو الإسرائيلي على امتداد 33 يوما رفض فيها ترك الضاحية ليساعد الشباب، قتلت أعوامه 45 في تفجير الرويس ولسخرية القدر الكهرباء التي لا تراها الضاحية عادة. هلا هو ما في يركض من الإصابة اللي أكلها على الكنيسة، قالوا لشاب هون قريبنا وصلني على المجمع، قال لي يا فهد يا خي راحت الشباب، راحت الشباب، ركض معي لنشيل نسعف. وصلوا جارنا وأنا لحقته صفتش عليها هونيكي ما لقيته. بعد شو ساعة ساعتين بقول لي واحد لك يا فهد شفت خيك محملينه على الحمالة مكهرب، بس هو أول شيء سحب شهيد حطه بالإسعاف، قال له ابن عمي، قال له يا حمد ما بقى تفوت في كهرباء جوا، قال له هودي عم يحترقوا بدي جيبهم. قصة من نوع آخر يكتبها حمد إلى جانب قصص أخرى لشهداء ليسوا مجرد أرقام، فكل منهم ترك وراءه حياة وأحلاما وأحباء، لكن حمد قرر تركها بملء إرادته تحت الشعار إن خليت خربت. ننتقل إلى اعتصام أهالي المخطوفين في أعزاز مع الزميل مالك شريف مباشرة من أمام مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية. مالك مساء الخير، متابعة لاعتصام المخطوفين والذي كنا نقلناه مباشرة على الهواء، كيف يمكن أن تلخص لنا ما حدث؟ فعليا جورج، قبل تلخيص هذا أو هذه الساعة الأخيرة منذ 7:15 مساء وحتى الآن، لابد من الإشارة إلى أن الاعتصام يبدو أنه قد شرف على نهايته، يعني بعد قليل سينهي أهالي مخطوفي أعزاز اعتصامهم هنا أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتحديدا فرع المعلومات، الذي أرادوا من خلال هذا الاعتصام إيصال رسالة إلى فرع المعلومات بعد توقيف 3 أشخاص. كان في البداية محمد صالح هو الموقوف الوحيد من أهالي مخطوفي أعزاز، ثم تصاعد العدد إلى موقوف آخر من آل صالح وموقوف ثالث قبل 24 ساعة على خلفية اتهامهم بالضلوع بخطف الطيارين التركيين. على كل حال، أن الأهالي هنا اعتصموا، حاولوا إيصال رسالة، أبلغوا من قبل فرع أو أبلغوا من قبل قوى الأمن الداخلي برغبة قوى الأمن الداخلي بأن ينتقل الوفد إلى داخل المديرية برئاسة الشيخ عباس زغيب، وإضافة إلى شخصين من الأهالي. ولحظة يعني اتخاذ القرار بالوفد الذي سيدخل، أبلغ مجددا الأهالي بأن المدير العام ليس موجودا، يتحدث الأهالي عن احتمال أن تكون هناك ضغوطات مورست على المديرية العامة كي لا تستقبل هؤلاء الأهالي. على كل حال، الخبر الأهم هنا الذي يتردد أو الذي وصل منذ قليل هو أن محمد صالح الذي كان موقوفا لدى فرع المعلومات هنا في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كان قد نقل صباحا إلى سجن رومية، وعليه حاول فرع المعلومات إدخاله إلى سجن رومية، ولكن طبيب السجن رفض استقبال محمد صالح داخل السجن نظرا لتعرضه لكسور كثيرة في أنحاء جسده، وبالتالي حالته الصحية لا تسمح بدخوله على مسؤولية الطبيب أو حتى على مسؤولية سجن رومية، وعليه أعيد محمد صالح إلى هنا، وبالتالي اعتصم الأهالي. على كل حال، هذا الاعتصام الذي شرف على نهايته حاول إيصال رسالة كما أشرت، سنحاول الحصول على تفاصيل هذه الرسالة من الحاجة حياة عوالي.
الحالي. حاجة حياة، بداية هذه الرسالة حاولتم إيصالها إلى فرع المعلومات، برأيكم وصلت الرسالة باقي الاعتصام أو رح تفلوا كما تردد منذ قليل وستنتقلوا إلى مرحلة أخرى من التحرك؟ نحن كنا بدنا نبقى بس نزولا عند رغبة الشيخ عباس، نحن رح نغادر بس مش رح نغادر لفترة طويلة، لأنه بعد المعلومات اللي تبلغناها من سجن رومي عن حالة محمد صالح، نحن نحتفظ بحق الادعاء على فرع المعلومات بكامل أجهزته وعناصره، لأنه محمد صالح أي كلمة بكون أعلى تحت الضغط. هيدي الشغلة الثانية، أنه كنا حابين نحن ينزل رئيس، نحن ما كنا رح نطلع لعنده، كان بدنا نحن رئيس الفرع ينزل لحتى ينقي مين بده من أهالي المخطوفين يحقق معه. شو قصة الدعوة اللي وجهت ثم سحبت؟ هن طلبوا مننا أنه يتوجه الشيخ عباس ومعه شخصين من الأهالي لحتى يلتقي مدير الفرع. فجأة أنه رجعوا قالوا له لا، ما المدير مش هون، أكيد إجاء اتصال قالوا له ممنوع تقوم بهالخطوة لأن هي فيها تنازل أو شيء، فما تحكي معهم. أكيد هذا الشيء صار بناء على الاتصال، بعد خبر أنه ما قال ما بدي أحكي معكم، قال ما المدير مش هون، مع أنه العميد يلي إجا من جوا قال أنه المدير بده يشوفكم، ما قال شيء تاني. بالنسبة للتحرك شرف على نهايته، الرسالة حاولتم إيصالها، بالنسبة إلى محمد صالح، المعلومات المتوفرة من سجن رومية تقول أنه تعرض لضرب كثير ورفض طبيب السجن استقباله نظراً لوضعه الصحي. نحن بلغنا هذا الشيء، هلا نحن رح نجتمع ورح نقرر بالنسبة لبكرة الصبح كيف بدنا نرد على فرع المعلومات بالشيء اللي قام فيه ضد محمد صالح. نحن شفنا حسن صالح الصبح وما كان متعرض لشيء، بس سجن رومي قبل يستقبل حسن صالح لأنه ما بشيء، بينما ما قبل يستقبل محمد عشان وضعه الصحي، يعني أنه حسب الرواية اللي صادرة عن سجن رومي أنه محمد مكسرين أسنانه ومكسرين جسمه كله مكسر، فشي طبيعي لازم يكون دلهم بعد هيك قتلي، لازم يكون دلهم وين التركيين لو هو أخذهم. ما هو التهم بدي أقول لك، ما سرب عن بعض المعلومات من داخل فرع المعلومات للصحف هو أن الموقوفين لديهم اعترفوا بأنه ضالعين بعملية خطف الأتراك، هل هذه المعلومات صحيحة؟ هذا الحكي مش صح، فاقد الشيء لا يعطيه، ونحن كأهالي مخطوفين بكل فروع الأهالي لا معلومات لدينا لا عن خطف التركيين ولا عن مكانهم. فقط ترحيب بالخطف؟ صح. شكرا لك حجة حياة. إذن هذا هو جو الاعتصام هنا في محيط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هي المرحلة الأولى بانتظار القرار غدا ردا على المعلومات عن محمد صالح وتعرضه للضرب. شكرا مالك شريف إذن على هذه الرسالة. وكان أهالي المخطوفين قد اعتصموا نهارا أمام عين التيني والتقوا مستشار الرئيس نبيه بري. في إطار متابعة قضية الموقوفين من أهالي مخطوفي أعزاز لدى فرع المعلومات والذين أصبح عددهم 3 من آل صالح، التقى وفد من الأهالي مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، وبحثوا معه في قضية توقيف حسن صالح الموظف في قوى الأمن الداخلي وبقية الموقوفين. نحن مع نحن مع التحقيق العادل، بس ما انه لا يلف اتهام او نحن تتوجه لنا اصابع الاتهام لانه نحن اهالي مخطوفين، نحن اساسا كنا كده ضد الخطف ونحن مش مع الخطف، ولكن فرحنا بهالعمليه لانه لقيناها البصيص الامل الوحيد ليظهروا اهالينا، نحن اهالينا صار لهم سنه وثلاث اشهر ما حدا حاسس فينا، مش معقول اهالينا ينخطفوا باعزاز سنه وثلاث اشهر، وهون تبلش الدوله اللبنانيه تاخذ يعني عن ابو جنب انه والله مجرد انتم اهالي المخطوفين انتم اصابع الاتهام تتوجه لكم. بس هو ترمز على الشمال. التكفيريون في لبنان مجموعات تتكاثر على خلفية أحداث سوريا وتتحول من شبح إلى واقع. تحقيق كريستين حبيب. ما بدي أحسم الآن وأقول أن متفجرة الأمس هي مسؤولية الجماعات التكفيرية، ولكن أقول لكم الترجيح الكبير جدا هو هذا. هي إذن الجماعات التكفيرية. رسالتنا الثانية مدوية قوية بفضل الله تعالى وعونه. قد لا يكون هذا الشريط مقنعا لخبراء المجال، ولكن سواء أكانت سرايا عائشة أم المؤمنين من نفذ تفجير الرويس أم لم تكن، فالخشية واحدة وهي تحول لبنان من أرض نصرة إلى أرض جهاد. هذه المجموعات موجودة في لبنان منذ أكثر من 20 سنة تقريبا، وهي ناشطة وتتحرك، كانت تعتبر لبنان بفترة من فترات مكان للنصرة ليس للجهاد، كانت تستفيد من لبنان كممر للعراق أو لسوريا أو لأماكن أخرى، لكن بعد التطورات السورية أصبح لبنان هو مركز عمل وفعل مركز جهاد لهذه المجموعات. طبعا الآن أصبح العدو بالنسبة لهذه المجموعات حزب الله، لأول مرة هذه المجموعات تخوض حرب
مفتوحة في لبنان. أما العناصر التي تعزز وجود هذه المجموعات على الأراضي اللبنانية فهي الأحداث في سوريا وتسيب الحدود، إلى جانب الانقسام المذهبي والسياسي في لبنان ودعم بعض الأحزاب والتيارات لتلك الجماعات. أنا ما مت فالملائكة حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا. انتشرت المجموعات التكفيرية في دول عدة منذ حرب أفغانستان وعاشت على هامش المجتمعات إلى أن استقلت دينيا واجتماعيا واقتصاديا عن محيطها وبدأت إنشاء إماراتها. التكفيري مسلم يتهم مسلما آخر بالردة أو الارتداد، ويرى البعض أن التكفيريين هم فرع من فروع السلفية، مع العلم أن السلفية لا تعتمد بالضرورة العنف والإرهاب، فيما يرى التكفيريون أن أعمال العنف أساليب شرعية. نسأل الله العظيم أنه كان أعمالنا خاصة لوجه الكريم، والله ينصرنا وينصر أخواننا، والله ينصرنا التنكيل في أعداء الله، والله ما يحرمنا الشهادة بذنوبنا. ليست أعمال المجموعات السلفية المتشددة والتكفيرية غريبة عن لبنان. من محاولة استهداف رجال دين مسيحيين في البلمند عام 93، مروراً باغتيال الشيخ نزار الحلبي عام 95 على يد عصبة الأنصار بقيادة أبو محجن، إلى أحداث الضنية عام 99 بين مجموعة بسام كنج والجيش، وصولاً إلى الإعلان عن تأسيس مجموعة جند الشام عام 2004. طبعاً فتح الإسلام كانت أبرز هذه المجموعات، الضنية كانت مجموعة، هناك المجموعة التي اغتالت الشيخ نزار الحلبي في بيروت كانت مجموعة منظمة، مثل ما الآن جبهة النصرة مثلاً في سوريا التي تأسست حديثاً. كتائب عبد الله عزام أعلن عنها أكثر من مرة، لكن حتى الآن لم يتم اكتشاف الهيكلية التنظيمية لها. هل من حركات فلسطينية إلى مصلحة أنه تكون عم تدعم هيك مجموعات؟ يعني انحكى أنه ممكن حركة حماس يكون خلف بعض هكذا المجموعات. هلأ قد يكون هناك بعض العناصر التي تدربت مع حماس خصوصا في سوريا، أو كانت تعمل مع حركة حماس ولكن الآن تعمل بشكل مستقل. البعض يقول هناك طبعا بعض المعلومات أن بعض كوادر حماس تورط في هذه الأمور، لكن حتى الآن لا يوجد لدي على الأقل معلومات تؤكد أن حماس لها علاقة بهذا الأمر. ويشير المطلعون على الشأن التكفيري إلى أن ثمة خوفاً كبيراً مما قد يأتي على لبنان من انفجارات واغتيالات. دان مجلس التعاون الخليجي تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف منطقة رويس، وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان إن هذا العمل الإجرامي الشائن يستهدف أمن لبنان واستقراره، وأضاف أن تفجير الخميس الذي وقع في قلب الضاحية المكتظة بالسكان يستهدف صيغة التعايش السلمي اللبناني، وذلك بسعيه لخلق فتنة بين المواطنين اللبنانيين. ودعا جميع الأطراف والقوى اللبنانية إلى تفويت الفرصة على المخربين ودعاة الفتنة والإرهابيين، وإلى تغليب مصالح لبنان الوطنية العليا والعمل بسرعة لتأليف الحكومة. قضاء مرجعيون يشيع 3 شهداء سقطوا في تفجير رويس، وجوية أيضا تشيع شهيدا. وسط جو من الحزن شيع أهالي بلدة الخيام في قضاء مرجعيون الشهيد الشاب بتول أحمد ديب البالغة من العمر 20 عاما، والتي قضت بالتفجير في الرويس بعد أن كانت تعمل في محل بيع الأحذية، وقد شارك في تشييعها إلى جانب حشد من رجال دين وأئمة وأهالي البلدة وقرى الجوار، تقدمهم مفتي مرجعيون الجعفري الشيخ عبد الحسين العبد الله. قضاء مرجعيون شيع أيضا الشهيد محمد دياب جابر البالغ من العمر 25 عاما في مسقط رأسهم حبيب في مأتم مهيب جال به شوارع القرية. أما في ميس الجبل فكان تشييع الشهيد موسى خليل قاروط الذي قضى في نفس التفجير وسط بكاء الأهل والأصدقاء. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. بلدة جوية في قضاء صور شيعت أيضا في مأتم مهيب الشهيد حسن حسين رمضان البالغ من العمر 46 عاما في موكب حاشد وصل من بيروت قرابة 3 عصرا. يذكر أن رمضان استشهد مع زوجته ندى شهاب وابنتيه كوثر وفاطمة اللواتي لم يتم التعرف بعد على جثثهن نتيجة التفحم من جراء قربهم من الانفجار. فيلم كرتون ياباني يفتح شهية المغردين ويحمل موقع تويتر على تحقيق أرقام قياسية،
وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوي. الجريمة اللي وقعت بمنطقة الرويس بالضاحية الجنوبية فرضت نفسها على نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. امبارح العيون كلها كانت على الرويس وعلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهاللحظتين قدر يجسدهم المصور بلال جويش بصورة وحدة لقت انتشار كتير واسع على فيسبوك، وكتار كانوا عم يتنقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي. على موقع تويتر أعلن عن تسجيل رقم قياسي جديد بالتغريد، وهو 143,199 تغريدة بالثانية، أكثر من الرقم القياسي السابق ب 33,388 تغريدة. وقالت إدارة الموقع أنه هيدا الرقم صار خلال عرض فيلم قصر بالسماء أو كاسل إن ذا سكاي باليابان، وهو فيلم كرتون. إدارة الموقع قالت أنه سيرفرات تويتر بتسجل نحو 500 مليون تغريدة بالنهار، أي بمعدل 5700 تغريدة بالثانية. على موقع يوتيوب من منطقة بنساكولو بولاية فلوريدا الأمريكية، متسولة كانت عم تشحد بالشارع، ولكن مش هون القصة. القصة أنها كانت عم تتسول مش لأنها مشردة أو مش لاقي أكل، وإنما كانت عم تجمع مصاري لتعمل تكبير لصدرها. I just want bigger boobs because I'm not happy with the ones that I have, and I figured this is a good way to do it. People put out signs that, you know, they're homeless. I'm not. So I'm just being honest. Just being honest. Andrew's managed to collect some money, but we don't know just how much. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يرأس المجلس الشرعي في دار الفتوى. أدان المجلس الشرعي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، وطالب السلطات المعنية بالعمل الحثيث على كشف الفاعلين. كما أبدى المجلس الشرعي أسفه ورفضه لما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال إصدار مذكرات إلى المؤسسات الرسمية بشكل مخالف للقانون، باعتماد توقيع الشيخ سليم سوسان رئيس دائرة أوقاف صيدا المنتهية ولايته، مطالبا باعتماد توقيع رئيس دائرة أوقاف صيدا الجديد الشيخ نزيه النأوزي كلف من مفتي الجمهورية، لأن القرارات التي يتخذها مفتي الجمهورية هي النافذة. يأسف المجلس لتدني مستوى المسؤولية عند بعض المسؤولين السياسيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي خرق التقاليد والأعراف، مسجلا في سجله وتاريخه سابقة خطرة، ومسببا خللا في التركيبة التي قام عليها النظام اللبناني حول البروتوكول في اصطحاب مفتي الجمهورية إلى المسجد لأداء صلاة وخطبة العيد. ودعا المجلس الشرعي إلى الإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة تلبي آمال وطموحات اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. بعد توقف معارك عبرة والبدء بإعمار المباني المتضررة، ظن أهالي منطقة عبرة أن صفحة جديدة ستفتح في منطقتهم بعد زوال ظاهرة الأسير. يحاول سكان عبر استعادة حياتهم اليومية الطبيعية في المنطقة بعدما أفقدهم إياها أحمد الأسير، خصوصا مع تحويله منطقتهم إلى مربع أمني وثكنة عسكرية. سكان منطقة عبر واصلوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم لتنسيق الخطوات التي سيتخذونها في الأيام المقبلة منعا لعودة تجاوزات مناصري الأسير، وهم التقوا كل من محافظ الجنوب نقول أبو ظاهر والمفتي الشيخ سوسان واللجنة المكلفة إدارة مسجد بلال بن رباح، إضافة إلى اجتماعات فيما بينهم. وسيباشر الأهالي بتوقيع عريضة لرفعها لوزير الداخلية تطالب بمنع قطع الطريق عند كل صلاة جمعة وعدم السماح لأنصار الأسير بمنع سكان المنطقة من ركن سياراتهم قرب منازلهم. هيدا الاجتماع الموسع اللي عدنا اليوم أخذنا قرار بأنه نشدد أكثر على إزالة المخالفات، لأنه وعدونا بشيء إيجابي وما عملوا الشيء زي اللي وعدونا فيه، فنحن حنصعد بطريقة إيجابية. بدنا نطلع عند رئيس البلدية نقول له لحتى يشيل هذه المخالفات الموجودة. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم ينوي السكان تنظيم اعتصامات في المنطقة. اعتصام للمساعدين القضائيين الناجحين في مباراة التوظيف أمام السرايا الحكومية بعد عام ونصف من المماطلة في ملف تعيينهم. نفذ المساعدون القضائيون الناجحون في مباراة نظمتها وزارة العدل اعتصاما أمام السرايا الحكومي وسط بيروت، احتجاجا على عدم تعيينهم بعد عام ونصف على نجاحهم في المباراة. يا دولة الرئيس، مطلبنا ليس حل مشكلة دولية أو إقليمية، مطلبنا بسيط وواضح، وهو تعيين العدد المطلوب من الناجحين.
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتعيين 435 كاتب و125 مباشر دفعة واحدة، وإلا سنلجأ آسفين إلى الاعتصام المفتوح هنا على مدخل السراي وأمام وزارة العدل، وإذا لزم الأمر سنعتصم أمام قصور العدل في المناطق. وأكد المعتصمون أن اعتصامهم جاء بعد المراجعات التي وصلت إلى طريق مسدود. موجة عنف جديدة تجتاح مصر، والأمن يقتحم مسجد الفتح في القاهرة حيث يتحصن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والسلطات المصرية تعتقل زعيم تنظيم القاعدة في كمين مسلح بالجيزة، والرئاسة تدعو إلى تقنين عمل جماعة الإخوان في البلاد، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي يقترح حلها بالكامل. فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنصارها للاستعداد إلى الانخراط في موجة من الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، عمدت قوات الأمن إلى القوة واقتحام مسجد الفتح الواقع قرب ميدان رمسيس بوسط القاهرة لإخراج مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المتحصنين داخل المسجد، وألقت القبض على العناصر المسلحة المتواجدة فيه. واتخذت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية هذه الخطوة بعد تعرضها لإطلاق النار من أعلى مئذنة المسجد. ترافقت عملية الاقتحام وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في داخل المسجد الذي يتواجد فيه نحو 1000 شخص واستعمال الرصاص الحي والقنابل الصوتية، وشهد محيط المسجد تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين مسلحين داخل المسجد وقوات الأمن التي سبق وفرضت طوقا أمنيا حول المسجد الذي تحصنت فيه مجموعات من المتظاهرين الذين شاركوا بتظاهرات جمعة الغضب. هم فعلا جماعة إرهابية ولازم يتلموا، يعني كلهم بيموتوا ناس مالهاش ذنب، ناس ابرياء مالهمش ذنب ولا ليهم دعوه بحاجه. لو سمحت اللي بيتكلم، اللي انت سامعه ده انا بأمن زمايلك بره. يذكروا انه وقبيل بدء اخراج المتظاهرين من المسجد الذي كان بداخله عدد من الجثث، دخل جنود صباحا المسجد بطريقه سلميه، لكنهم لم يفلحوا في اقناع من بداخله بالخروج. الى ذلك اعتقلت السلطات المصريه محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري والمناصر لجماعه الاخوان المسلمين في كمين بالجيزه، وهو احد المناصرين لمرسي وجماعه الاخوان. هذا واعلن حزب الحريه والعداله ان ابن المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر محمد بديع قتل خلال احتجاجات جمعه الغضب في ميدان رمسيس. وتأتي وفاة ابن المرشد بعد مقتل ابنة القيادي في الجماعة محمد البلتاجي في أحداث عملية فض اعتصام لأنصار الإخوان في شمالي شرقي القاهرة أواخر الأسبوع الماضي. وفي السياق السياسي المواكب للأحداث الأمنية، أكد مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس المصري الانتقالي مصطفى حجازي أن مصر لا تواجه نزاعا سياسيا إنما حربا من قبل قوة متطرفة تمارس الإرهاب، لافتا إلى أن تجمعات الإخوان تحولت من التعبير عن الرأي إلى التحريض على العنف. اولا بالنسبه لقضيه حل جماعه الاخوان المسلمين من عدمه، لكن انا اعتقد ان الجزء الاخر من السؤال هو الادق، هو فكره تقنين وضع اي تنظيمات او جماعات عامله على الارض المصريه. هذا امر ضروري وواجب وحال، سيتم تقنين بالتاكيد كل من يعمل في المجال العام المصري، كان جماعه الاخوان او غير جماعه الاخوان. وكان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قد اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين بشكل قانوني على أن تتخذ الحكومة بشأنه القرار المناسب في الأيام المقبلة. إلى ذلك تأجلت إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 من يناير عام 2011 إلى 25 من شهر آب الجاري. وغاب مبارك عن الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد. في سوريا مجازر بالجملة تنسب إلى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ورياض الأسعد يجول على الجيش الحر. مجزرة جديدة في سوريا، فقد نقل عن ناشطين أن 11 شخصا قتلوا على يد عناصر مسلحة، تحدثت معلومات صحفية عن أنهم ينتمون إلى جبهة النصرة. وفي التفاصيل أن هؤلاء المسلحين هاجموا من مواقعهم في قلعة الحصن قريتين مسيحيتين في محافظة حمص هما العجوز والناصرة.
ومن اليوميات الدامية أيضا هجوم من قبل مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة ومنتمين إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام طاول قرية الأسدية على طريق رأس العين الحدودية مع تركيا ذات الغالبية الكردية، حيث دار قتال بين المسلحين وأهالي القرية أسفر عن مقتل 17 شخصا ونزوح عدد من السكان. ويأتي هذا الهجوم كجزء من عملية واسعة النطاق أطلقها الجهاديون على عدد من القرى والبلدات الكردية شمالي وشمال شرقي سوريا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قصفا عنيفا تتعرض له أحياء درعا ودرع البلد، متحدثا عن مجزرة وقعت من جراء القصف، إضافة إلى استمرار القصف على دير الزور ودرية في ريف دمشق. ووسط ذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريطا يظهر العقيد رياض الأسعد وهو يجول على عناصر الجيش الحر فيما لم يجري تحديد الموقع. من ناحية أخرى قالت منظمة العفو الدولية إن الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي والمعارض عدنان الدبس قد تعرضا للتغييب، وكان الاثنان قد اعتقلا في 18 من يوليو تموز في مدينة طرطوس الساحلية ولم يعرف مصيرهما منذ ذلك التاريخ. في تونس اعتدى فنان تونسي بالضرب على وزير الثقافة في حادث غير مسبوق في البلاد يشير إلى تفشي الفوضى التي امتدت إلى المشهد الثقافي. وقالت وسائل إعلام تونسية إن الفنان نصر الدين السهيلي اعتدى على الوزير مهدي مبروك بضربة رأسية ثم ألقى بيضة على رأس الوزير، ولم يعرف على الفور سبب اعتداء السهيلي على وزير الثقافة الذي نقل إلى المستشفى للمعالجة. ونقلت الوسائل الإعلامية عن وزير الثقافة قوله إن الفنان السهيلي هاجمه في أثناء إلقائه كلمة في ذكرى وفاة ممثل آخر. كان في النشرة رفع أنقاض في الرويس والجيش يدهم عمق الضاحية. قرى الجنوب تحتضن الشهداء. وابن المقداد سيفتقدك الأيتام والحمام. في الخاص لبنان من أرض نصرة إلى أرض جهاد. هذه المجموعات تخوض حرب مفتوحة في لبنان. أهالي أعزاز يشغلون المحركات والمعلومات هدفا. في مصر تقنين لعمل الإخوان وطردهم من مسجد القاهرة. هذا كل شيء حتى الساعة، نلتقي مجددا في نشرة أخبار 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.